مشاهدين مساء الخير عليكم. ظهر على الساحة وجوها جديدة استبشرنا بها خيرا، كانت أشبه بنسمة هواء لطيفة في عز أم شهر يوليو اللي هو الحر ده قوي ده، أو كما لو ألقينا بزلطة كبيرة اللي هي الحلوة الكبيرة دي، الكبيرة الحلوة دي، أي في بركة من المياه الغاكدة، كصوت مختلف وقصة شعر مختلفة أيده الكثيرين، جيل جديد من قصات الشعر باعتباره رائدا في عالم الفرد، وأنه جاء للتغيير لينهي النظام القديم بسشواره بكريماته بجله بكل عفن الماضي. ظهر وأيده الشباب كثيرا واستبشروا خيرا به، ولكن فجأة اختفى واختفت معه أكياس الجل من الأسواق والصيدليات، واختفت معه أيضا أقواسه التي كان يظهر في الإعلام كل شوية يطلع يعمل لنا كده في الفضائيات، اختفت معه كل هذا، واتهمه خصومه ووجهوا إليه نيران اتهاماته على أنه المسؤول الأول لاختفاء الجل من الأسواق طوال 4 سنوات الماضية. معنا وليس معكم الأستاذ عمرو حمغاوي، أهلا وسهلا. أهلا يا نادر، أهلا بك. إزيك؟ الله يخليك، الحمد لله. يتهمك خصومك يا عمرو إنك يعني سبب كبير في أزمة الجل في مصر، إيه ردك على الاتهامات دي؟ أولا أنا أحييك على السؤال ده، لأن السؤال ده المفروض يا نادر يتحط بين قوسين حقيقي. نعم. إذا نظرنا لماهية الاتهامات سيسقط بالنظر لدوافعك، دي أول حاجة عشان تبقى عارف. هناك محوران رئيسيان لدواعي الاتهام، الأول نظري والثاني شفوي. ولكن بعيدا عن التنظير، يتهمك خصومك دائما بأنك يعني حركوا بالفعل قدامك دعاوي قضائية ضدك باتهام واضح وصريح جدا بإهدار الجل العام. جميل، برضو السؤال ده حلو ودقيق جدا جدا، محتاجين فعلا نحطه بين قوسين. نعم. في كذا أطروحة هنا ممكن نتكلم فيها. أضغوحات كثيرة. أولا، استخدامي للجل كان مطابق تماما لقوانين العمل الدولية نعم. ومنظمات حلاقة الإنسان. منظمات حقوق الإنسان، طالما حلو. قلت منظمة العمل الدولي، إذن مش كله عن الحلاقة، هتبقى يبقى منظمة منظمات حقوق الإنسان. حقوق الإنسان يا نعم سيدي. بالفعل. في البند 141 من ميثاق الأمم المتحدة نعم. بحق الإنسان، طبعا في الجل ولا إيه؟